أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سائلة تقول أو تسأل بالنسبة لإهداء بطاقات تحنية بالعيد أو إهداء للعوائل والأصدقاء في يوم العيد أو للعيد، هل هذا من السنة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب التهنئة في مثل المواسم هذه لا في مانع أن الإنسان يعملها، وإذا أراد أنه يهدي لأحد هدية فهذا كله يعني ليس في هذا من الأمور يعني من الأمور المباحة. أما كونه سنة يعني على الإنسان أنه يعمله هذا لا، ليس له أصل، لكنه من الأمور المباحة في الأصل. هذا هو الجواب عن السؤال. بارك الله فيكم وحفظكم الله. بالنسبة لبطاقات إيه كل واحد إذا تكلم ولا أرسل بطاقة هذا كله ما في شيء.